كام ساعة كده قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في نهاية اجتماعها النهاردة تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض، وكمان قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم، وده انعكاس لآخر المستجدات والتوقعات على طبعا المستويين العالمي والمحلي ومنذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. خلينا ناخد تفاصيل أكتر ونتعرف أكتر من الأستاذ أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع. أستاذ أحمد مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك استاذه شفقي، واهلا بالساده مشاهدي القناه الاولى. اهلا بحضرتك استاذ احمد. اطلعنا عن الموقف المركزي اليوم بعد انتهاء هذا الاجتماع. الحقيقه طبعا النهارده كان في تثبيت لاسعار الفائده على الايداع والاقراض من قبل لجنه السياسه النقديه في البنك المركزي المصري، وسعر الايداع دلوقتي 27.25% وسعر الاقراض هو 28.25%. ببساطه شديده علشان الساده المشاهدين، الاساس ان البنك المركزي دايما بيعقد اجتماعات سنويه هي عباره عن 8 اجتماعات، كل شهر ونص في اجتماع. في اجتماع 1 فبراير الماضي تم رفع الفائده بنسبه 2%، وفي الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس الماضي تم رفع الفائده بنسبه 6%. ليه؟ علشان اولا كل الدوله المصريه والبنك المركزي بتحشد كل الطاقات والقدرات لمكافحه التضخم المرتفع او ارتفاعات الاسعار الناتجه عن انعكاسات الازمه الماليه العالميه، وطبعا التداعيات الخاصه بالحرب الاسرائيليه على قطاع غزه وتاثيرها على اقتصاديات المنطقه. أكيد. الحقيقه استاذ شفقي الفتره المقبله في اجراءات بتتخذها الدوله المصريه لخفض الاسعار، شفنا انخفاضات متتاليه على مدار الفتره الماضيه بتتراوح في السلع الاستراتيجيه والسلع المنزليه والكهربائيه وحتى السيارات بتتراوح ما بين 15 الى 30% في بعض السلع نتيجه الاجراءات اللي بتتخذها الدوله المصريه في دعم القطاع الخاص، ضخ مزيد من السيوله في الاسواق وضخ مزيد من الاموال عن طريق طبعا الافراج عن سلع عالقه في الموانئ ب 18 مليار دولار منذ بدايه 2024 وحتى الان لتوفير السلع اكثر للمواطن المصري في الاسواق، وكمان خفض الاسعار خلال المرحله المقبله. عايز اكد على نقطه مهمه، تثبيت سعر الفائده على الايداع والاقراض بيؤكد وجود شهادات مرتفعه العائد لمده سنه موجوده 23.5% وكمان موجود 27% اللي هي في نهايه العائد المستحق في نهايه السنه نفسها، وبالتالي ده العائد الخاص بشهادات مرتفعه العائد. في كمان اللي هي مدتها 3 سنين اللي هي 30% متناقصه، 30% السنه الاولى و25% السنه الثانيه و20% السنه الثالثه، وبالتالي الشهادات مرتفعه العائد هي مستمره لدعم المواطن المصري وتنميه مدخراته، بالاضافه الى الهدف الرئيسي للدولة المصرية وهو خفض مستوى التضخم. أكيد. وطول الوقت العالم بيعاني من التضخم المرتفع، ولكن الاستمرار المستمر في الإجراءات أو الاستمرار الإجراءات المتخذة لخفض الأسعار ده من الأهداف المهمة. ده أهم حاجة أكيد. إذن خلينا نقول إذن يعني ختم المركزي اليوم هذا الاجتماع بتثبيت سعر الفايدة كما هو. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع.